أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا. هذا جواب بسيط وصحيح جدا من ولكن كفانا بعض وكيل. إن أحدكم لا يدري إن أحدكم لا يدري أين فاتت يده. قل الدعاء الذي يقول الشخص إذا استيقظ. أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اذكر عريبا يحث على الذهاب للعمل مباكرا. أبي مرتزا قال صلى الله عليه وسلم بورك الله السلام بورك. نعم ماذا؟ ما الجواب معي؟ قال صلى الله عليه وسلم بورك للأمتي بورك. نعم ما الجواب معي؟ صحيح. طب مصاري في أي شيء؟ ما الجواب معي نجا؟ هوا في أي شيء يتسبب نفسه المستمر بالنوم. شكيب وتبيانا.